السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم برنامج للتعديل على الصور بشكل احترافي للغاية. هذا البرنامج يوفر لك العديد من الملصقات والعديد من الأشكال والعديد من المزايا الرائعة، بل وأيضا وكأنه بمثابة شبكة اجتماعية خاصة بالصور مثل الانستغرام وغير ذلك، ولكن الصور التي تم طرحها فيه هي من تعديل البرنامج، أي يعني يمكنك متابعة أشخاص وأشخاص آخرين يتابعونك، ويعني تأخذ بعض الأفكار من الصور التي يقومون بتصميمها ونشرها. يعني برنامج رائع للغاية ومتوفر على أجهزة الآيفون وكذلك لأجهزة الأندرويد، يعني iOS وأيضا أجهزة الأندرويد. هذا البرنامج كما تراه أمامك هو برنامج ستوديو ديزاين، برنامج مجاني حقيقة. عندما تعرفت عليه من أحد الأصدقاء لم أظن بأنه سيكون مجاني، ولكن البرنامج مجاني ويوجد به العديد من المزايا التي يعني حتى إذا كان التطبيق يعني مدفوع فهو يستحق ذلك. بعد تحميل البرنامج من الرابط الذي سوف تجده أسفل الفيديو والذي سأضعه لك بالطبع تقوم بالدخول إليه. إذن بعد الدخول إليه تقوم بالتسجيل، وبعد ذلك ستعثر على الكثير من الأشخاص الذين استخدموا البرنامج وقاموا بالتعديل على مثل هذه الصور التي تراها أمامك الآن. تستطيع يعني متابعة الأشخاص الذين تريدهم، تستطيع أيضا دعوة أصدقائك ومتابعتهم ومشاهدة الصور التي يقومون بالتعديل عليها ونشرها في هذا البرنامج. للتعديل على أي صورة فقط ما عليك هو الضغط على علامة البلس أو الزائد هنا في الأسفل، هنا في هذه علامة يعني المصباح، هنا يوجد بها يعني مجموعة من الصور بناء على هاشتاج. هاشتاج يعني على سبيل المثال فود، توجد به صور خاصة بالطعام، لايف ستايل يعني يوجد به صور خاصة بالموضة وغير ذلك من الصور، هنا الميوزك يعني على حسب يعني التصنيفات. طبعا من هنا يعني من علامة هنا الداونلود تستطيع تنزيل أشكال بناء على المجال الذي تحبه، على سبيل المثال بيبي يعني هنا رسومات أو ملصقات خاصة بالأطفال، فتنس يعني إذا كنت تحب الرياضة، العديد من الأشكال تستطيع تنزيلها كما ترى أمامك. من هنا ميوزك، لايف ستايل، كيدز وغير ذلك من الأقسام. ماي باكس هنا في يظهر لك التي قمت بتنزيلها أو الملصقات التي قمت بتنزيلها، ومن هنا الأيقونة تظهر لك حسابك الشخصي في هذا البرنامج. إذا نضغط على علامة الزائد ونقوم بالتعديل على أي صورة، إذا بعد اختيار الصورة تضغط على نيكس وتختار يعني يمكنك يعني تحديد فلتر مناسب، من هنا يعني اختيار فلتر جيد هكذا، بعد ذلك تختار يعني يمكنك الكتابة على الصورة باستخدام نوع نصي محدد، يوجد العديد من الخطوط، تختار كذلك اللون، يعني العديد من المزايا كما ترى أمامك المشاهد الكريم هكذا. إذن وتقوم بالتعديل عليها. يوجد أيضا العديد من الأشكال هنا، شيبس دوائر وغير ذلك، يوجد أيضا ملصقات هنا. إذن لنختار على سبيل المثال فاشن، إذن كما ترى يمكنك لصق أي ملصق تريده والتعديل عليه واختيار لون مناسب إليه. إذن هكذا العديد من المزايا، وإذا كنت يعني محترف تعديل على الصور وسترى يعني جودة هذا. سوف يرون الصورة التي قمت بالتعديل عليها. شكرا على حسن متابعتكم، أتمنى أن يكون هذا التطبيق قد نال إعجابكم لأجهزة iOS وأندرويد. طبعا رجاء إذا أعجبتك هذه الحلقة، لو أعجبك هذا البرنامج لا تبخل عليه بالنقر. وزيارة المدونة كذلك، نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.